عرفت هرر قبل 3 قرون باسم مدينة أبادر، ويعود تاريخها إلى القرن 10 الميلادي، وهي من أقدم المدن في أثيوبيا. وتميزت هرر بتراثها العريق ومنتجاتها الحرفية المشهورة، وأصبحت منارة للعلم ومقصدا للسياح. الزميل سعيد مزين يتواجد هناك. أهلا بك زميلنا سعيد. مرحبا، شكرا لكم الزميل خالد محمد والزميلة منى عبد العزيز. أنا الآن أتواجد في شرق أقاصي شرق أثيوبيا، خاصة مدينة هرر الأثيوبية التي تقع في شرق أثيوبيا، وهي مثالا حيا للتعايش وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأديان، إذا تحتضن المسلمين والمسيحيين جنبا إلى جنب، مستندة يعني إلى إرث ثقافي وحضاري. وهي مثالا ورمزا لجميع المدن الإثيوبية كعمادة للمحبة والسلام. ومن جهة أخرى يعني هذه المدينة تعتبر يعني من أهم المدن العالمية التاريخية، وأيضا يعني منظمة اليونسكو أدرجت مدينة هرر على قائمة التراث العالمي عام 2006 وفقا لليونسكو. تعد يعني هذه المدينة، مدينة هرر، هي رابع أقدس مدينة بالنسبة إلى المسلمين والإسلام بعد مكة المكرمة والمدينة والقدس. ويعود ذلك يعني ويعود الفضل إلى كونها رابع أقدس مدينة بوجود أكثر من 100 مسجد داخل سور جغل، أو يعني سور جغل طبعا كما تعرفونه يمتد لحوالي 3348 كيلومترا، ويغطي مساحة تعادل 48 هكتار، وله 5 أبواب، كل الأبواب لها أسامي محلية وأسامي باللغة العربية. وهي مثال مدينة هرر، تعتبر يعني مثالا للمزيج أو للتخالط بين الثقافة الأثيوبية والثقافة العربية الهررية والإسلامية أيضا. ويعود يعني تاريخ المدينة الهررية يعني إلى القرن 10 ميلادي، وكانت تعتبر قبلة يعني للعلماء المسلمين، وكان يعني مدينة يهاجر إليها لطلب العلم والعلماء أيضا. طبعا اليوم هو اليوم الثاني منذ تواجدي في تلك المدينة، وسيكون لي مداخلات أيضا في أوقات ثانية، وسأعود لكم بمزيد من التفاصيل بإذن الله. شكرا لكم الزميل خالد والزميلة منى، في أمان الله.